وصل الخبر من الثوار للعقيد وشعل النار. بعد عام فقط الدراما السورية تخسر ثاني أكبر مخرجيها. هو واحد من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية. ارتبط اسمه بمسلسلات البيئة الشامية حتى لقب بالعراب. ولد بسام الملا في دمشق عام 1956 وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه مؤمن وبشار الملا من أشهر المخرجين، إضافة إلى أخيه الممثل مؤيد الملا. احنا منين جايبين هالحكي انت ويا ولا؟ هو عم يحكي للناس هيك عادي؟ هو عم يحكي لي؟ يعني عدائي كبير جدا، العزاء لأولاده والدرجة الأولى، والعزاء لكل الجمهور ولكل الناس، لأنه فقدنا فعلا تجربة كتير كبيرة على أكثر من مستوى. من أبو غالب؟ أكيد من أبو غالب. من مين؟ الله وكيلك من أبو غالب. من مسلسل أيام شامية إلى الخوالي وليالي الصالحية وصولا إلى باب الحارة، تنقل الملا مختالا بأعماله التي انتشرت في الوطن العربي شرقا وغربا. أنا كتير كنت خايفة وقت أيام شامية، وقت اللي اشتغلت مع أستاذ بسام، لأنه بعرف قديش هو بحب الشام، قديش هو جدي، قديش هو بيبحث عن العفوية، قديش هو ما بيكفي إنه الممثل يحفظ ويكون شاغل على دوره، وإنما لازم يحس، لازم يكون مقنع لآخر درجة. حالة عقيدة الحق، الشباب على محارة أو النار. حصدت أعماله العديد من الجوائز كذهبية المسلسلات في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل أيام شامية والعبابيد، وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من مسلسل باب الحارة في مهرجان التلفزيون العربي بتونس عام 2007، وسواها من جوائز المنوعات والبرامج. جاي تقتلني يا سمعة؟ حقك، أنا كنت عم بستناك. أعماله المستلهمة من البيئة الشامية تحولت إلى كلاسيكيات، والأجزاء الأولى من مسلسل باب الحارة الذي بدأ عرضه عام 2006 تحولت إلى ظاهرة اجتماعية اجتاحت الوطن العربي والمهجر، وحققت أعلى نسبة مشاهدة عربية على الإطلاق. يرحم البطل اللي حملك.